في نص الملعب بشار وصفاء وادي راسين الحربة ادي في نص الملعب على طول الى بشار بشار تألق وابدع الحقيقة مع بيرس بوليس تاني على طول حسين علي يا ولد العيب فينك يا ولد لا 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 لا, لا, لا مش معقول مش معقول فرصة عملوها وبأقدام همام سجلوها عملوها خلصوها وبأقدام همام مفيش كلام همام تعظيم سلام إنهم الأسود الأسود من جديد تعود نعم 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 عاد الأسود في الوقت الموعود بحضرة كل الشهود وهمام مفيش كلام يا ولد تعظيم سلام اتنين 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 إصرار رغبة تحدي إحساس بالمسؤولية يا سلام على مهند يا سلام يا ميمي يا ميمي يا ميمي من ميمي إلى همام من ميمي إلى همام يا ولد حسين الله يا حسين عظمة يا حسين ومهند علي ارتقاء فوق الكل ارتقاء فوق الكل نعم 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 مهند علي ربط الحزام وعمل تيك أوف وطلع فوق السحاب وخبط على الباب وقال له يا همام سجل سجل يا همام ليسجل همام الهدف الثاني بعد نزوله مباشرة